ازيكم واهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ده انا هفل ان الـ زي الفورم دي عشان اعرف انا قريت قد ايه من اهم واحسن واقدم 100 كتاب خلال التاريخ يعني. ف يلا بينا. اوكي، تنك اخوتي لسه أليس في بلاد العجائب قريتها وأنا كبيرة للأسف، يعني شفت الفيلم بس قريتها تاني وأنا كبيرة وما عجبتنيش، ما عرفش ليه. مغامرات هالكلب مش عارفة انطق اسمه، بس هي نفس الحكاية برضه. حاولت أقرأه وأنا كبيرة بس ما عرفتش، بس يعتبر ما قريتوش يعني، ما ادتلوش نفس المحاولة اللي اديتها لأليس في بلاد العجائب. توم سوير برضه نفس الكلام، بس أنا عايزة أقرأ توم سوير أكتر من هالكلب ريفن. جزيرة الكنز برضو نفس الكلام، ودول أساسا المفروض تلت يعني كلاسيكيات للأطفال، ما عدا جزيرة الكنز شوية للكبار يعني، بس مش عارفة، مش حاسة أن أنا هقبلهم وأنا كبيرة زي ما كنت قبلهم وأنا صغيرة، بس لسه هديلهم محاولة كمان. برايد أند بريجيدس قريتها، وذرينج هايت قريتها للأسف. وذرينج هايتس عصبتني جدا جدا، و يعني شخصياتها عصبوني، بس هي رواية حلوة. ف ما علينا. جين اير قريت منها او سمعت منها اول شابتر بس لسه هقراها يعني، لسه هكملها. موبي ديك قريتها من فترة. سكارت ليتر لا، انا ما كنتش اعرف الكتاب ده. جاليفرز ترافلز قريتها وانا في المدرسة. The Pilgrim's Progress ما عرفش، انا مش عارفه الكتاب ده، مش عارفه انا قريته ولا لا، ممكن يكون اسمه بالعربي مختلف بس انا مش فاكره ان انا قريته بصراحه. Christmas Carol لا، ديفيد كوبرفيلد قريته وانا في المدرسه. A Tale of Two Cities قريتها وانا في المدرسه برضو، الروايه دي جميله جدا. Little Women لا، Great Expectations قريت منها اول تو تشابترز بس لسه مكملتهاش برضو. ذا هوبيت ما قريتهاش. فرانكنشتاين قريتها عصبتني برضو. اوليفر تويست قريتها انا في المدرسه ومن الكتب المفضله بالنسبه لي. انكل تومز كابن قريت منها حته بس ما كملتهاش. كرايم اند بانشمنت قريتها وبحب الروايه دي جدا، و قريت كل اللي ما قراهاش، حتى لو مش بحب القرايه يقراها. مادام بوفاري برضو قريت منها اول شويه بس لسه ما كملتهاش. The Return of the King لسه مقريتهاش، بس متهيألي دي تبع The Lord of the Rings بس مش متأكدة. دراكولا لسه مقريتهاش. The Three Musketeers لسه مقريتهاش. Brave New World قريت أو سمعت منها أول حبة بس لسه برضو ما دخلتش فيها. War and Peace أنا مستنية أحوش فلوس كويسة عشان أعرف أجيبها، النسخة الأصلية الحلوة من بينجوين. الرواية دي جميلة جدا بس لو قريتها مترجمة غالبا هتبوظ، فأنا مستنية يعني، أنا كده هقراها مترجمة الإنجليزي لأنها أصلا بالروسي، بس أنا مستنية أجيبها الترجمة الإنجليزية من بينجوين زي ما أنا قلت، عشان أنا فعلا عايزة الكتاب ده يبقى عندي فيزيكال يعني. To Kill a Mockingbird لا ما قريتهاش. The Wizard of Oz هي شبه أليس في بلاد العجائب، فأنا مش عارفة أقراها ولا لأ أصلا في المطلق. لميزورابل ما قريتهاش. ذا سيكريت جاردن برضو زي أليس في بلاد العجائب، بس متهيألي هي تنفع للكبار شوية، بس لسه برضو ما اديتلهاش محاولتها. انيمال فارم قريتها، الكتاب ده مهم جدا جدا بحبه قوي، ولولا ان هو كأبني كنت هقرا تاني، من الكتب القليلة اللي انا اقدر اقول عليها ان انا كان نفسي ما بقاش قريته قبل كده عشان اقرا تاني، بس هو فعلا كتاب مؤثر جميل. ذا جريت جاتسبي ابتديت فيه برضو بس ما كملتوش. The Little Prince الكتاب ده عسول قوي، لو انت بتمر بوقت صعب تقدر تقراه هيهديك. The Call of the Wild لسه مقريتوش، مسمعتش عنه تقريبا قبل كده مش عارفة. Twenty Thousand Leagues Under the Sea قريت منه حتة بس مكملتوش. أنا كرنينة أنا قريت أكتر من نصها دلوقتي ويعني بقراها حاليا، فأنا هعلم عليها وخلاص. The Wind in the Willows لسه ما قريتهاش مع اني شفت الفيلم.
The Picture of Dorian Gray. انا برضو مستنيه اجيبها ورقي من بينجوين او من اي حاجه يعني اونلاين، عشان الكتاب ده انا سمعت عنه كلام كتير جدا جدا، وانا حابه فعلا اقرا الاوسكار وايلد. The Grapes of Wrath برضو عايزه اجيبها من بينجوين، النسخه الكويسه الاصليه، عشان هي كبيره قوي، انا مش هقدر اقراها PDF، ف لسه ما قريتهاش. Sense and Sensibility ممكن اقراها الشهر اللي جاي او كده. The Last of the Mohicans انا مش عارفه، ما سمعتش الكتاب ده قبل كده، ما سمعتش عنه، ممكن اكون قريت اسمه بالعربي بس مش فاكره دلوقتي. This of the ايه اوربرفيلز معرفهاش، معرفش الكتاب ده. هاري بوتر اند ذا سوركر، والله هاري بوتر اصلا موجود في عظمية كتاب، معرفش والله. انا حملت اوديو بوك بس لسه ما سمعتوش. هايدي، والله مش ده كان كرتون. لسه ما قريتهاش برضه، ما كنتش عارف ان اصلا هي روايه او انها من احسن او من اعظم 100 كتاب، ما كنتش عارف. يولايسيس باي جيمس جويس، ده عندي، انا محملها اصلا اوريدي بس لسه ما سمعتوش. ذا كومبيوتر شيرلوك هولمز قريت منه شويه بس ما قريتش منه كتير. ذا كاونت اوف مونتي كريستو قريت منه حبه بس ما كملتوش. ذا اولد مان اند ذا سي، الكتاب ده عسول جدا جدا برضو بس كئيب شويه، بس انا حبيته يعني. ذا لاين ذا ويتش اند ذا ووردروب انا مش فاكره، قريته زمان والله. ذا هانش باك اوف نوتردام ما كملتوش. بنوكيو ما كملتوش برضو. 100 ييرز اوف سوليتود الكتاب ده انا قريته وناوي اقراه تاني. ايفان هو ما كنتش عارف الكتاب ده. The Red Badge برضو ما كنتش اعرفه، ولو طلع ادب امريكي غالبا مش هقراه لاني حاولت مع الادب الامريكي ومحبتوش. Anne of Green Gables مستنيه برضو اجيب الروايه الاصليه او النسخه الكويسه الاصليه. Black Beauty ما قريتهاش. بيتر بان ما قريتوش. A Farewell to Arms يا لهوي، مسرحيه دي انا قريتها وانا في المدرسه، عشان كانت عندنا في الكريكولوم وكانت جميله جدا، ومتهيألي قريتها تاني بس مش فاكره قريتها تاني ولا لا. The House of the Seven Gables لسه مقريتوش. Lord of Flies قريتها من فترة. The Prince and the Pauper ايه Pauper؟ لا معرفهاش. A Portrait of the Artist A Young Man by James Joyce لا لسه مقريتهاش، عايز اقرأ The Ulysses الأول. Lord Jim معرفوش الكتاب ده. هاري بوتر تاني مش فاهمة فيه ايه. The Red and the Black معرفش الكتاب ده. The Stranger by Albert Camus الكتاب ده هيقلب مخك جدا بس هو كتاب عظيم. The Trial انا خايفة اقراه عشان اساسا الواحد عنده افكار انتحارية already، بس هو عندي على التي بي ار. Lady Chatterley والله ايه ده، Chatterley's Lover انا ما اعرفش الكتاب ده، ما اعرفوش بصراحة بس هعمل حسابي عليه. Kidnap The Adventure of David Balfour انا عارف، انا سمعت الكتاب ده بس يعني سمعت عنه بس ما قريتوش، ف لسه. ذا كاتش اند راي انا حاولت اقراه بس ما عرفتش اكمله خالص، فمش عارفه اعلم عليه ولا لا، مش هعلم عليه هسيبه. فارنهايت انا ابتديت اقراه فعلا بس لسه ما كملتهاش، ما وصلتش نصها فما اقدرش اعلم عليها. اجينج تو ذا سنتر اوف ذا ايرث خدتها في المدرسه وسمعتها تاني وانا كبيره فهعلم عليها. فانيتي فير لا ما قريتهاش، معرفش ما سمعتش عنها قبل كده. All Quiet on the Western Front لا ما سمعتش عن الكتاب ده. Gun with the Wind برضو مستنية اجيبه ورقي عشان كتاب ضخم. My Antonia معرفش الكتاب ده بصراحة. Of Mice and Men انا حاولت اقرا الكتاب ده وقريت لحد نصه ومعرفتش اكمله، وعشان كده انا بقول ان انا مش قادرة اتعامل مع الادب الامريكي، مش قادرة احبه. انا معرفش ايه ده. The Vicar of the Wakefield معرفش الكتاب ده. Connecticut مش عارفة مش عارفة الامريكان بيقولوا الكلمة دي ازاي، مش عارفة بينطقوا اسم البلد دي ازاي بصراحة، بس انا ما سمعتش برضو عن الكتاب ده قبل كده. White Fang ما سمعتش عن الكتاب ده قبل كده. Fathers and Sons
مش فاكرة قريته ولا لأ. دكتور سيفاجو ما قريتوش، بس شفت الفيلم. الفيلم 4 ساعات الا ربع، فانا ايدي هتاكلني عشان خاطر ادوس على الكتاب كاني قريته، بس انا شفت الفيلم. اي نعم الفيلم كان مرهق وكان طويل، بس ده مش زي قريت الكتاب برضو. ده دي كاميرون، ايه ده؟ لا معرفش الكتاب ده. 1984 الكتاب ده جامد جدا. ده جانجل، لا ما قريتوش قبل كده. ده دافينشي كود، هو انا حاولت اقراه بس ناوية اديله فرصة تانية يعني، بس مش دلوقتي خالص. جين اوستن، كتابين لجين اوستن انا ما قريتهمش، بس ناوية اقرا برسويجن. كانديد باي فولتير، الكتاب ده عسول قوي. فور هوم ذا بيل تولز، اللي هي ايه، مليمان تقرع الاجراس. انا مش عارفة ليه مش عارفة اتكلم النهاردة، بس انا بحاول. لسه ما قريتش الكتاب ده. فار فروم ذا مادين كراود، انا شفت الفيلم وكان كرنج، فانا مش عارفه هقرا الكتاب ولا لا، فلسه يعني هشوف. ذا فيلوشيب اوف ذا رينج برضو تبع لورد اوف ذا رينجز، لسه ما قريتوش. ذا ريتيرن اوف ذا نيتيف، لسه ما قريتوش بس ناوي اقراه. سانز اند ليفرز، مش فاكره قريت الكتاب ده ولا لا، او عايزه، انا مش عارفه ازاي مش فاكره. شارلوت سويب قريتها. ذا سويس فاميلي ما اعتقدش قريته. بليك هاوس، لا ما قريتوش. بير جروا، ايه جرو ايه، لا مش عارفه اقرا، مش عارفه اقرا الاسم، وما قريتهاش قبل كده بصراحه. تعال نشوف انا قريت قد ايه. اوكي حلو، so many فعلا، so many books طول التايم. بس هي دي هو ده الفيديو. اتمنى يكون عجبكم، و لو عندكم كويزز تانية عايزيني املاها قولولي، عشان فكرة الكويز دي حد بعتلي اني اعملها وديني عملتها. ارجو ان ذلك الصديق يعني يكون مبسوط، و قولولي ايه اللي قريته قد ايه من الكويز دي. هسيب اللينك بتاعها تحت، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.